اوكي، احنا في الانترميديت ماشين ليرنينج كورس بدنا نتعامل او نحكي كيف بدنا نعالج الميسنج فاليوز. ايش هي الاساليب انه احنا نعالج فيها الميسنج فاليو؟ شوف لي الدرس هذا وبعدين هخليكم انه انتم تحلوا التمرين. حتجرب اكثر من ميسنج فاليو هاندلنج للميسنج فاليو تكنيك، وتجرب تعمل سبميت على واحد منهم. تمام. طيب، في بخصوص الميسنج فاليو في انا عندي ثلاث اساليب، 3 approaches. الأسلوب الأول يا أستاذ بدون كليك، تمام. الأسلوب الأول ببساطة تعمل دروب للكولوم with missing value. إيش يعني؟ على سبيل المثال لو أنا عندي في الداتا سيت، انا في عندي عمودين، انه هنا عدد البيدرومز في الهاوس، في الهاوس داتا سيت، تمام، وعندي العمود الثاني اللي هو الباث رومز، بيمثل انه هو عدد الباث رومز اللي موجوده في البيت. لو العمود هذا في ميسنج فاليو ببساطه بنروح بنعمل دروب، فبالتالي الناتج بيكون انا عندي هذا العمود. هذا الاسلوب الاول. هو انا لسه بدي لك في الاسلوب الاول، مش هذا يعتبر واحد من الاساليب؟ متى بلجأ له؟ لو كان عندك على سبيل المثال 10,000 سجل، تمام، والعمود هذا تحديدا من ال 10,000 سجل في عندك 9,000 ميسنج، بدك تخلي العمود عشان بس عندك 1000 سجل في موجود في فاليو والباقي ميسنج، خلص بعمل دروب لهذا العمود وبريح راسي بستغني عنه. تمام. كيف انا بقدر اعرف عدد الميسنج فاليوز؟ هلقيت حنشوف برمجية. في عندك داله سهله جدا، بتروح بتجيب لك قديش عدد الميسنج فاليوز في كل عمود. هذا الاسلوب الاول. الاسلوب الثاني اللي هو يعتبر افضل، انه انا اعمل امبيوتيشن، انه انا اعمل فيل للديتا، تمام، with some numbers. هاي مفهوم الامبيوتيشن بشكل عام. هذا النمبر انا ممكن احطه من عندي، وممكن اخذ المتوسط او ممكن اخذ الوسيط. يبقى فكره الامبيوتيشن انه to fill with some value بشكل عام. ايش هي الفاليو هذه؟ هذا موضوع ثاني. تمام. يعني ببساطه انت عندك هذه فيها missing value، تمام، بروح بعمل fill للmissing value هاي، فبالتالي خلاص بتصير بطل عندي ميسنج فاليو في هذا العمود او في هذا السجل. تمام. الاسلوب الثالث اللي هو عباره عن ان اكستنشن للامبيوتيشن. كيف يعني؟ بروح بضيف عمود جديد، تمام، كيف بعمل امبيوتيشن، بستبدل بحط with some value، وبروح بحط إشارة إنه هنا كان في missing value. يبقى هنا bid was missing، فكان كله false 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 ما عدا هذه كانت true. يعني أنا بضيف عمود ثاني missing value، بضيف عمود ثاني للعمود هذا اللي أنا عملت له imputation. أنا بالمناسبة بعمل imputation للأعمدة. تمام؟ ما فهمتش؟ للفيتشرز، صحيح، للأعمدة، تمام، أو للكولومز. لا، هو الفكرة يعني ماشي أوكي، هذا الكلام اللي أنت بتحكيه، بس الفكرة إنه هو بده يترك معلومة للماشين ليرنينج موديل إنه صحيح في imputation كان في العمود هذا، ولكن في information انه كانت missing ولا لا. ممكن يتعلم شغله من هذا الموضوع. تمام. طبعا الفكره في الموضوع انه انت بدك ترمي الحمل على الماشين انه هي تتعلم لوحدها، انه ممكن تكتشف نمط معين في البيانات، ممكن تكتشفه، فبالتالي بدك تخلي له هاي المعلومه عنده موجوده انه ممكن انه هو يستفيد منها. بالضبط. فهذه يعني واحده من الدروباكس، انه بيصير في عندك انه يعني بالضبط تضخم في الاتريبيوتس
او الاعمده او الفيتشرز الموجوده عندك. اوكي طيب هذا كلام احنا اخذناه بشكل نظري. كاكزامبل مالبورين هاوسينج داتا سيت، احنا بعد ما تعاملنا مع الاكس ترين والاكس فاليد والواي ترين والواي فاليد بدنا نجرب الاساليب هاي. ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعرف يوتيليتي فانكشن اسمها سكور داتا سيت عشان احدد انه الاسلوب الاول افضل ولا الثاني افضل ولا الثالث افضل. كيف بحدد انه الاسلوب الاول ولا الثاني ولا الثالث افضل؟ حسب المين ابسوليوت ايرور للموديل. يبقى هنا بثبت الموديل وايش بصير بغير في البري بروسيسنج، مش الباراميتر. الباراميتر بتكون للموديل، سمي الاشياء بمسمياتها عشان انه احنا ما نتوهش. تمام؟ يبقى بثبت الموديل وبغير في البري بروسيسنج تكنيك. تمام؟ بروح بحدد مين البري بروسيسنج تكنيك الافضل والموديل ثابت. ما ينفعش اغير الموديل، لانه لو غيرت الموديل بصير انت مش فير انه انت هذا البري بروسيسنج نافع مثلا او افضل لما كان الموديل كذا. لا، لازم تثبت الموديل عشان تحدد مين افضل واحد او اي واحد فيهم افضل. تمام؟ يبقى هنا بدي احدد الكولوم with missing. شو بروح بعمل؟ iteration على الداتا سيت. تمام؟ column for column in xtrain.columns if the columns is null any. كيف؟ بجيب لي اسم العمود. بالضبط صحيح. يبقى هاي المالبورين هاوس داتا سيت كان اللينك تبعها هنا. تمام؟ لاحظ انه هذه عبارة عن داتا سيت، شايف؟ بدي ألعب فيها، فبروح بعمل نيو كيرنل عليها عشان انتوا تشوفوا ايش معنات هذا الكلام، انه لما اطبق هاي الشغلات ايش بيصير. تمام؟ يبقى هنا بدي اسمي الكيرنل هذا اللي هو بنفس الاسم، اقول play with طبعا الباندا imported. وهنا بدي اعمل انه df بتساوي bd.read.csv ودي له هذا المسار. هذا المسار بدي اتعود انه ادي له اياه ك relative path، ف نقطتين اطلع لي فوق شوف df حمله. تمام، اعتبر هذا الاندكس كولوم لوحده، ما فيش داعي انه انا يعني هنا مرات بحكي لي انه هذا unnamed كولوم، ما فيش داعي انه انا احكي له انه الاندكس كولوم بتساوي زيرو. اول ما شفت البيانات زي هيك اتس فاين. تمام، اجيت هنا كم سجل انا عندي 1000 او 13021 عمود. اجيت الاعمده هذه كيف بدي اشوفها؟ df.columns. الأعمدة هاي بدي أشوف الميسنج فيها، فبقول إنه df dot is null dot any. برجع لي هنا اسم العمود وايش قباله ترو ولا فولس. هذا كلام عشان نفهمه بدي اجربه على عمود واحد، بدي اجربه على عمود على سبيل المثال الير بيلت. فبدي اقول df of الير
built تمام dot is null. وقبليها بدي اورجي لك هذا العمود، لاحظ انه هيو زيرو، نعم هذا ميسنج، هذا ملوش سعر، ملوش سنة، تمام؟ أنا عمود واحد بشتغل، تمام؟ هذا مبني سنة 1900، هذا 1900، هذا مش معروف، هذا 2014، and so on. يبقى هنا عبارة عن سجل، هذا الانديسيز وهذه الفاليو تبعت هذا العمود. حكيت لما أحكي إنه هذا العمود إنه is null بروح برجع لي true أو false، بطلع على كل سجل، كان missing بحط true، كان مش missing بحط false. فبالتالي الأول كان missing فعلا حاطط قباله true false false true وهكذا، تمام؟ أجيت في عندك دالة الإني عشان تفهم هاي الشغلة في البايثون لأنه حتلزمك بعدين. في عندك دالة الإني والأول، يبقى في الإني هنا شو بتسوي الدالة هذه؟ أنت الكلام هذا ممكن تشتغل عليه on numbers أو booleans، number 0 1 أو booleans، أنا حشتغل على booleans. فبالتالي هنا any true true false، خلينا نعملهم كلهم true، وهنا كمان مرة بدي استدعيها وأقول true false true، وهنا بدي استدعيها مرة ثالثة إنه كلهم false. المرة الأولى كلهم ترو، المرة الثانية في ترو وفي فولس، المرة الثالثة كلهم فولس. دالة الإني شو بتعني؟ تعني بتقول إنه إذا كان أي فاليو ترو إن شاء الله كلهم فولس، بس فاليو واحدة ترو برجع لك ترو، متى برجع لك فولس؟ إذا كانوا كلهم فولس، تمام؟ يبقى هنا على هذا الأساس إيش تتوقع يرجع ترو؟ ترو false. كيف؟ أي فواصل؟ ما هو أنا بشتغل على إنه as tuple يعني مش. أوكي أنا آسف. أنا عملت بيناتهم فواصل إنه هذا حيطبع لي إياها as tuple، بديش أعمل هذا الكلام في multiple cells، هيك خلاص يعني زي ما تعودنا إنه يبقى true true false، تمام؟ يبقى هذه لو على الأقل في عندي إنه بالضبط true واحدة برجع true. على العكس هذا الكلام إحنا ممكن نكرره مع دالة الأول. شو دالة الاول بتقول؟ انه لازم يكونوا كلهم ترو عشان رجع لي ترو. اذا كان واحدة فولس ان شاء الله كلهم ترو رجع فولس، تمام؟ يبقى ترو فولس فولس، تمام؟ بالضبط. فالان نرجع هنا، انا قلت له هنا is null، ايش رجع لي؟ a list of trues and false. بقول له هنا any، لو كان بس value واحدة missing في العمود هذا بتروح بترجع لي قباله true. فهنا عندك أسماء الأعمدة وقبالها إنه إذا كان true أو false، تمام؟ هنا رجع لك إنه إذا كان في مفقود missing value أو لا. طب قديش عدد ال missing value؟ كيف؟ عدد ال missing value في كل عمود ايش بنسوي؟ سم ترو زائد ترو تين، تمام؟ فهاي الجملة بنعيدها هنا، هنا بترجع لي انه كل عمود انه اذا في missing value او لا بدي عددهم، بقول له دوت سم بالضبط. لا كيف؟
دوت عفوا دوت اني اوكي تمام. دوت سام هذا 0000 ما فيش ميسنج. هذا الكار العمود تبع الكار انه في مكان تصف فيه السياره تبعتك في 62 سجل ميسنج. هذا 6000 اللي هو سنه البناء عفوا المساحه سنه البناء 5000 الكونسل اريا 1300 من كل البيانات اصلا حكينا قديش 13000 تمام. هيك انت اخذت فكره انه قديش عدد الميسنج في كل عمود تمام. يبقى بدك تطلع الاعمده اللي فيها ميسنج فاليو. يفترض انه انت ايش تعمل هنا؟ بدك تعمل لوب على هاي اف ترو. يبقى كولوم نيمز ان دي اف دوت كولومز اذا كان الدي اف از نال اني بتساوي ترو. هو هذا كلام. يبقى هنا كولوم فور كولوم ان اكس ترين دوت كولومز اف ما دام هذه اصلا هي بترجع ترو فولس ما فيش داعي نقول انه هي بتساوي ترو تمام. يبقى هيك انت جبت اسماء الاعمده اللي فيها ميسنج. وهذا خلي بالك بدك تعتمد هذه الجمله الستيتمنت حتمر عليك مرارا وتكرارا لازم تكون فاهمها كويس. وخطوه اساسيه انه انت بدك تعمل بري بروسيسنج انه انت تحدد ايش الاعمده اللي انت بدك تشتغل عليها تمام. طيب هنا ايش عملت؟ جربت الاسلوب الاول. ايش عملت؟ دروب لهدول الكولومز بدناش اياهم. هذا الاسلوب الاول نريح راسنا منه. فبالتالي هنا دروب لهدول الكولومز واقول له الاكسس بتساوي واحد. اكسس بتساوي واحد طبق على مستوى العمود. وهنا عملت هذا الكلام فين؟ في الترين وفي البارد. بروح بحسب المين ابسوليوت ايرور حسبناه في الاول يفترض قديش طلع حوالي 20000 صح. بروح بحسب الان قديش طلع 18. حسن؟ اكيد حسن. الميسنج فاليو بخلي الالجوريثم يعني كونفيوزد لما انت تشيله خلاص بيشتغل على اي شيء واضح اكثر. نجرب الاسلوب الثاني اللي هو الامبيوتيشن. هنا بتطلب مني انه انا اعرف كلاس اسمه امبيوتر سمبل امبيوتر. وين موجود؟ sklearn impute import simple imputer. بعرف اوبجكت منه هذا عباره عن كلاس واضح من النيمينج كونفنشن. بعرف اوبجكت منه تمام. وايش بروح بسوي؟ imputed x train بتساوي bd data frame my imputer اللي هو الاوبجكت تبعي dot fit transform. انت عندك في الامبيوتيشن في عندك دالة الفت وفي عندك دالة الترانسفورم. هي اورجي لك اياها. ارجع لها هنا على الدوكيومنتيشن. هي الميثودز. اوكي شوف الفت شو بتسوي او الامبيوتيشن شو بتسوي؟ الامبيوتيشن باي ديفولت ايش بيسوي؟ بعمل لك ريبليس للميسنج باي ديفولت. يبقى الاستراتيجي هذا عباره عن باراميتر
تمام، انت بتحطه لسمبل امبيوتيشن، واذا انت ما مررتوش باي ديفولت ايش بيكون؟ المين المتوسط بروح وين ما بشوف في ميسنج فاليو بروح بستبدلها في المتوسط. تمام، طب كيف بده يحسب المتوسط؟ كيف؟ لازم يكون كله اعداد. كيف بده يحسب المين؟ في انت عندك دالتين، في عندك داله الفت، معناها انه هو لو سمحت اعمل لي ترين واحسب لي قديش المتوسط. ترين على العمود هذا، يعني ببساطه يعني احسب لي المتوسط. تمام، وفي عندك ترانسفور، طبق عمليه الاستبدال للميسنج فاليو بالمين. فت ترانسفورم بتعمل لك هدول الشغلتين سوا، واضح؟ يبقى انت عندك فت وفي عندك ترانسفورم وفي عندك فت ترانسفورم. فت تحسب المتوسط، ترانسفورم تستبدل، فت ترانسفورم تحسب المتوسط وبتستبدل في وان ستيب. عشان هيك انت هنا، يبقى هنا في الاكس ترين ايش عملنا؟ فت ترانسفورم، اما في الفاليد بس ترانسفورم. اوكي، يبقى هذا الكلام مهم جدا، لانه انت عندك في الفاليديشن داتا، هل بنفع انه في التست داتا انه انت تروح تستبدل بالمتوسط على حسب التست داتا ولا حسب الترين داتا؟ حكيت انت بدك تطبق هذا البري بروسيسنج على التست داتا، تمام؟ بدك تطبق هذا البري بروسيسنج على التست داتا، استبدل بالمتوسط تبع الترين ولا تبع التست؟ ليش تبع التست لا؟ لا، مش حكايه بدي اعمل مقارنه بيناتهم، انا بحكي لك انه ايش الصح، ايش الاسلوب الصح. صحيح، ماشي، لما اجي اطبق البريدكشن برضه لازم اعمل هاندل للميسنج، متخيل معايا؟ في الجزئيه بعد ما عملنا فيت وخلصنا، بدي اجي اعمل انه الموديل دوت بريدكت، مش بدي اديله تيست داتا، والتيست داتا لازم تكون مهندله انه استبدلت الميسنج فاليو، استبدلها بالمتوسط تبع الترين ولا تبع التست، ايش الاصح؟ تبع الترين. ليش تبع التست؟ لو حطيته تحت الترين يعني هذا الترين بيكون متوقع، يعني الناس هيجيب فيه اصح كثير، يعني كنت دقات او تحت. طيب، هل تبعت التست دائما متوفره؟ وهل الصح انه انت تطبق المتوسط تبع التست ولا هذا يعتبر من الغش برضه؟ نرجع للكونسبت تبع الماشين ليرنينج تبع الترين والتست. انت بتبني الموديل، تمام، وبتعمل كل البري بروسيسنج تبعه على التريننج داتا، التست داتا بس للبريدكشن. اذا لزمك باراميترز متعلقه في البري بروسيسنج منين بدك تجيبها؟ من الترين، ما تجيبها من التست. ليش؟ لانه اذا جبتها من التست بس يقول لي قديش المتوسط تبع التست، هذا يعتبر نوع من الغش، تمام؟ هذه شغلة. والشغلة الثانية انه قد يكون انه المتوسط اصلا مش متوفر، لانه انا ممكن بجيب الكاش التست كله دفعة واحدة، ممكن اجيب لك اياه اكزامبل اكزامبل، زي ما احنا طبقنا على زهرة الايرس، عملنا بريدكشن لوان اكزامبل، فبالتالي وين المتوسط؟ ما فيش، انت عندك set of test data نجيب منها المتوسط. السببين هدول لا يقلوا أهمية عن بعض، إنه المتوسط في التست قد يكون مش متوفر، مش متاح. الشغلة الثانية هذا نوع من الغش، أنت بتعمل بريك لمفهوم الماشين ليرنينج الفاليديتي تبعته، تمام؟ طيب، كيف؟ لازم تعملها هاندل، بس بايش؟ بالمتوسط تبع الترين، مش المتوسط تبع التست. تمام.
كان حافظ لسه التيت من شوي اللي عملته ال صحيح. ما بعرف ايوه بالضبط، هنا لما عملت ترانسفورم كان حافظ لسه انه في جزء بالضبط. تمام، هذه الخطوة مهمة انه imputation removed column names انه put them back. العملية هذه بتشيل اسماء الاعمدة في السيريز انا عندي، فايش بدي اسوي؟ بدي اروح ارجعها. يبقى هنا ال imputed xtrain.columns بتساوي ال xtrain.columns، برجع اسماء الاعمدة. بس شغلة تكنيكال يعني انه انت تسويها. بعدها بتروح بتحسب المين absolute error. قديش جبت؟ 17000، افضل من 18. تمام، فبالتالي لغايه الان مين افضل اسلوب؟ الاسلوب الثاني. تمام، الاسلوب الاول سريع صح، بتريح راسك وبتعمل دروب، بس طلع هنا اسلوب انه انت تعمل ريبليس للفاليو مش بهالسهوله اللي احنا كنا متخيلينها صح. تمام، نيجي الان للاسلوب الثالث. ايش بروح بسوي؟ يبقى هنا عرفت الاكس ترين بلس والاكس فاليد بلس، اخذت نسخه جديده من البيانات. ليش؟ لانه انا بدي العب فيها وبدي اخلي البيانات الاوريجينال انتاتشد. تمام، بدي اعمل لوب فور كولوم ان كولوم ويذ ميسنج، واروح اضيف عمود اسم عمود جديد. مش هذه عباره عن زي الدكشنري، هذه عباره عن عمليه اضافه. ايش ضاف؟ اسم الكولوم وعمل كونكاتينيشن معاها انه اندرسكور واز ميسنج، زي هاي بالضبط اللي هو البيد واز ميسنج. تمام، ايش بتساوي؟ انه الاكس كولوم او اكس ترين بلس للكولوم هذا نفسه انه از نال. ايش بترجع لك؟ لستة من الترو والفورس وهو المطلوب. واضح يا جماعه؟ مش هذه احنا رجعنا قلنا انه هنا فولس فولس فولس، مع هذه مع هذا هذه انه هي كانت ميسنج. ايش الشغله اللي بترجع لي العمود زي هيك؟ بلت الازنال. تمام، اوكي، هذا كلام بطبقه على الاكس ترين وبطبقه على الاكس فاليد. تمام، بعد ما جهزت هذا العمود خلاص ساعتها بعمل ريبليس، نفس الريبليس اللي فوق، نفس الستبس اللي فوق بروح بطبقها. قديش طلعت معي؟ 17800. وهنا قديش بعد الثمانية؟ هنا 1166. هنا قديش؟ 927. لا هذيك احسن، هذه فيها غلبة اكثر ومش هالفرق كثير، هذيك اريح واسهل. تمام، كيف؟ ستيب 3 عمل شغلتين، ضاف عمود جديد. ايش العمود هذا؟ بقول انه اذا كانت هذه الديت الفاليو كانت ميسنج ولا لا، وبعديها راح استبدل بالمتوسط. نفس الخطوات تبعت الاسلوب الثاني بالضبط. تمام؟ اي ايرور؟ ايش يعني وين راح الفرق؟ طالما نفس هو يعني سمبل يعني انه قصدك ليش طلعت هذه اسوأ؟ انت ضفت عمود جديد للماشين ليرنينج الجوريثم، العمود هذا الخوارزميه هذه تحديدا ما فادتش كثير، لا بالعكس يعني زادت الامر سوء شويه يعني مش كثير يعني. تمام؟ فبالتالي مش دائما اضافه فيتشرز جديده او اعمده جديده انه بتحسن لك الموضوع. تمام؟ طيب انت في عندك الشيب، ممكن تعرف فيه الدايمنشناليتي تبعت البيانات. يعني هنا نرجع لوين؟ انه لعند البلاي، واقول هنا df dot shape بترجع لك انه هذه 13580 صف في 21 عمود. تمام؟ هي رجع لك اياها، وهنا جاب لك انه قديش عدد الميسنج فاليوز
في العمودين هدول. حكى لك انه الير بيلت عندك 5000، عفوا البيلت اريا عندك 5000، وهي عندك 4000 زي ما احنا طلعنا هيو هنا، تمام. بس بدل ما يطلع على الكل زي هيك راح عملها في لوب. نعمل هذا كلام في لوب، يبقى هنا for column in df dot columns، بحكي اذا كان df of column dot is null print هذا الكلام دوت سام. بس ايش بدي احط في الاول؟ انه اسم الكولوم اوكي دوت اني كيف سامع؟ صحيح تمام. هيك انت ما اظهرتش كل الاعمده، الاعمده اللي فيها ميسنج رحت عرضت قديش فيها ميسنج فاليو. ازاي؟ ما هنا عامل هاندل لل استنى number of missing value of each column of، لا هذه للتريننج. هنا عامل يعني هو عامل سبليت، انا مش عامل سبليت، انا عامل على الفول داتا. طبيعي هنا انه يكون عندك 49، انا يكون عندي اكثر، انا عندي فول داتا 62. اوكي طيب now it's your turn انه انت تحل الاكسرسايز وتستخدم، بدك تكون مركز قوي 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 عشان انت تحل الاكسرسايز ده، تمام. ايش؟